جيتا شبلي أخت الشقيق سليم شبلي، اليوم بعد سنة وثلاثة أشهر شو وضع السجناء؟ كيف عم تشوفوهم؟ كل قد عم تشوفوهم؟ منشوفهم بالجمعة ثلاث مرات، يعني نص ساعة بالجمعة، ووضعهم مزري. الموقفين عم بيعانوا كتير لأنهم متأملين بيتأملوا بيرجع بينقطع أملهم. أهلنا تعبوا ومجوعين مريضين، ما بيفوتوا على المستشفى بالسهولة يلي هن متشخصينها، ما فيهم يفوتوا على المستشفى بميت إذن وبميت قصة. هن إذا بدهم يفوتوا ليتطعموا وضلوا ما في قدير نعمل إجراءات لنطعمهم. هيدي حريتهم ملكهم، الله خلقنهم حريتهم وحياتهم لإلهم، مش لهن يجوا يتصلبطوا على حياتهم، حرام عليهم. هيدول جماعة أبرياء، هيدول جماعة رهائن، ممنوع يكفوا بالحبس، لازم يطلعوا بأقرب وقت ممكن. أعطيكي مثل، خي شغله وقف، صحته تراجعت وعمل كريزة قلب من جمعة، هيدا على صعيد الصحي. الاجتماعي ما عنده شغل، عنده أولاد بالجامعة ما عم بيروحوا على الجامعة، وانتو بتعرفوا الوضع الاقتصادي بلبنان، بدو الأربع أشخاص يشتغلوا بالبيت ليقوموا بالحمل، كيف لو المسؤول عنهم قاعد بالحبس وهن ما في يشتغلوا، ما في راندومان لهم بالعيلة، شو بيعملوا؟ يعني خربوا له بيته لخيه لبيوت الموقوفين، اختربت بيوتها واختربت صحتها. ويعطيهم ألف عافية، خليهم يضلوا يتخانقوا على السلطة وعلى الكرسي، ونحن بنشكرهم، يعني بلد نرفع راسنا فيه الحمد لله.